انتبه، ما هو حد الإقامة؟ لأن بعض الإخوان، أنا أريدك أن تعرف من الأسئلة، لأن بعض الإخوان ينظر لكلام بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره فيظن أنه يقول لا توجد دار إقامة، وإنما هي يا استيطان أو سفر. هذا غير صحيح. الشيخ تقي الدين حكى الإجماع على أنها ثلاثة، أنا لم أكن واهما. إذن هناك دار ثاني اسمها الإقامة. ما هي دار الإقامة؟ أن يمكث الشخص في بلد غير وطنه فوق حد الإقامة، فلا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر إلا ترك الجمعة. حد الإقامة ما هو؟ هذا صعب تحديده، فيه خلاف طويل جدا، فيه خلاف، قيل 15 وقيل 12 وقيل 4 وقيل أكثر من 4، فرق صلاة. الفرق بين الحنابلة والحنفية صلاة واحدة. الحنابلة يقول من مكث أكثر من 4 أيام يعني صلى 21 فرضا فأكثر. الحنفية يقول لا، 20 فرض فأكثر يعتبر مقيم. والحقيقة كما قلت لكم في مسألة حد السفر، حد السفر وحد الإقامة لا دليل نصي فيها، لا شك لا شك. والشيخ تقي الدين لما تكلم عن هذه المسألة كان مصيبا عندما قال العرف نضبطه بالعرف، فما عده الناس إقامة اعتبرناه كذلك، وما لم نعده إقامة لم نعتبره كذلك. لكن لما جاء في الفتوى الشيخ، لما جاء في الفتوى كما في مجموع الفتاوى، قال الاحتياط أن من جلس أكثر من 4 أيام يتم. شوف كيف التنظير شيء والفتوى شيء آخر. التنظير شيء، ولذلك أحيانا بعض الناس الذين يخطئون في هذا الباب إما شخص لم يفهم كلام أهل العلم فألغى دارا اسمها دار الإقامة، وهذا خطير. قلت لكم حكي إجماع عليها، فكيف تقول هذا الشيء؟ أو أنه أوقع الناس في شيء لا يستطيعون ضبطه. الشيخ تقي الدين مع تنظيره وتأليف رسائل منفصلة في ذلك قال لصعوبة ضبط الناس للعرف فإني أرى أن من جلس 21 فرضا فأكثر أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وضحت المسألة أو أعيدها؟ هي مسألة دقيقة، بس أنا حاول أن أرتب أفكارك فيها فقط، وإلا المسألة واضحة وبينة وكلام أهل العلم فيها واضح. إذن معنى ذلك أن من عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام متأكد أنه سيجلس في بلد واحد لن ينتقل منه 21 فرضا فأكثر، وتقييدها بالصلوات هو المذهب، قرر الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي النابلسي أنه لا يجوز له الفطر ما دام في تلك البلد. بعض الناس يقول أفطر 4 أيام ثم ما عداها لا تفطر، هذا كلام باطل، ما حد قال به. من حين تدخل هذه البلد لا تفطر لأنك مقيم فيها، لكن ستجلس 4 أيام فأقل، 20 فرضا فأقل، تجلس مدة لا تعلم كم، مثل ابن عمر لما جلس في أذربيجان 3 أشهر لا يدري كم سيعود. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 15 يوما لا يدري متى سيعود. فنقول أنت مسافر في حكم المسافر، لأنك لم تعزم. احنا قلنا حد المقيم هو الذي يعزم على الإقامة في بلد غير وطنه أكثر من حد الإقامة. إذن عرفنا الآن مسألة السفر.